فدايما هيبقى في عندنا ملف الحماية الاجتماعية مستمر لبعض الفئات، لكن المسألة هي تقليل هذه الفئات وتخريج القادرين على العمل إلى سوق العمل. الحقيقة إن هم لما بيخرجوا لسوق العمل من غير تأهيل، منهم من يتعثر ومنهم من يغرم لأنهم مش مؤهلين بالقدر الكافي. ناسنا في وزارة الطوابير ناس بسيطة ما يقدروش يدخلوا السوق مرة واحدة، عايزين يتأهلوا، عايزين قطاعات وسيطة تقدر تساعدهم، وعايزين منهم من يتفوق على نفسه ويعبر من التضامن لجهاز تنمية المشروعات ويقدر يكبر، ومنهم من يبقى على مشروعات بسيطة لكن هي في الآخر بتوفر له حد الكفاف. مهما عملنا من حماية وتنمية بيبقى دايما بعض الفئات في الرعاية، زي ما هنشوف دلوقتي، زي الأيتام فاقدي الرعاية وزي المسنين وزي فئات أخرى وزي المرأة المعنفة. بنطلع بعد كده هل إحنا بنعمل لوحدنا؟ من حظ وزارة التضامن الجيد إنها بتنسق وتربط بين كافة وزارات عديدة، لأننا نعمل في الآخر على المواطن. وزي ما زميلي معالي وزير الصحة كان بيقول، إحنا بنعمل من أول الألف يوم الأولى لغاية سن المعاش، يعني احنا مع المواطن لغاية لما يروح، وبعد ما يروح كمان شغالين على معاشه. فإذا احنا مستمرين لفئات مختلفة والفئات عمرية كمان مختلفة. الحقيقة احنا مش بس بنشتغل في الريف، احنا معظم خدماتنا زي ما هنشوف متركزة في الريف، لكن في الحضر، في الريف، في المناطق الصحراوية، ولم شمل الأسر في كافة المناطق الحدودية، أيضا في الصحراء التي باتت نغزوها في قطاعات عديدة. شركائنا أيضا مؤسسات العمل الأهلي، وهي الحقيقة لها يعني أيادي بيضاء سنذكرها حالا لأنها شريك أساسي، وبنشكر سيادة الرئيس على تقديره لجهود المنظمات الأهلية، مش بس على إقراره عام واحد لكن على اعتبار المجتمع المدني والتقدير لدوره كشريك أساسي مع الدولة، مثله مثل القطاع الخاص مع الجهات الحكومية.